تباينت أعمال وإنجازات الحكومة من خلال وزاراتها، لكنها في المجمل قدمت ما يستحقه المواطن من رفاهية ورغد عيش، وهي مستمرة للهدف نفسه لطالما أنها تسأل. وزارة الداخلية علامة مضيئة بالعمل والإنجازات، فعاتقها مثقل بهاجس الأمن وتقديم التسهيلات في آن واحد. ولي العهد دشن مرحلة جديدة من تطوير بوابة أبشر التي تهدف إلى تقديم خدمات أسرع وأسهل، حتى أضحت تأتي للمستفيد لا أن يأتي هو، وهي سابقة إلكترونية حكومية فريدة من نوعها. كما ضربت وزارة الداخلية بيد من حديد في خاصرة الإرهاب من خلال رجال أمنها البواسل، عندما ألقي القبض على مرتكبي جريمة إطلاق النار على دورية أمن في العاصمة الرياض، والذين أقرا بأنهما أدوات لعناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا، حيث قوبل هذا الإنجاز الأمني بترحيب وتقدير شعبي وإقليمي ودولي. ويضاف إلى سلسلة الإنجازات الأمنية ما بذلته رئاسة الاستخبارات العامة من جهود مكثفة بتحرير القنصل السعودي في عدن عبد الله الخالدي، الذي سبق أن اختطف قبل 3 أعوام، حيث عاد إلى أرض الوطن وقد احتفى به الملك ومنحه وسام الملك عبد العزيز من الدرجة 3، ليعكس هذا الاهتمام تقدير وحماية الدولة لمواطنيها داخل الوطن وخارج أرضه.